الأذن. كسب بلاستيك، كسب بلاستيك اللي في العقد بتاع أبويا، كسب بلاستيك اللي في العقد بتاع أبويا، كسب بلاستيك مين؟ كسب بلاستيك. أنا إيه؟ أنا ما أعرفش حد من الاسم ده. أنا الأهتم يا ليه بيفتح بقى. طب إديني أمارة إن أنت إبراهيم الأهتم. يعني أزغرط لك ولا أطبل لك عشان هتعرف إن أنا إبراهيم الأهتم؟ يا سلام، إيه ده؟ إيه اللي بيهزر من ورا باب الخشب ده؟ بأمارة العلقة اللي كلتها إمبارح في السيدة زينب. طب ودي أمارة من المنطقة كلها عرفت إن أنا اتروقت من إمبارح. إديني أمارة تانية. أمارة تانية؟ آه. بأمارة الشنطة. حبيبي الأهتم، حبيبي الأهتم. نعم، ارغي عم الأمور. الله الله الله، أنت نسيت ولا إيه يا لمبي؟ مش إحنا متفقين إنك هتعمل كبيري وقدوتي وتيجي معايا تخطب لي الليلة؟ آه، أجي معاك أخطب لك الليلة. أنت ما تعرفنيش غير لما أكون في مصلحة. لما أكون في مصلحة تعرفني. خلاص بقى يا لمبي بقى. خلاص بقى، صح؟ دوختنا عليك 13 عشان دين صغير في رقبتك. فين ال 15 جنيه اللي عليك؟ عيب يا لمبي، عيب الكلام ده. يضعب ايه يا؟ فين ال 15 جنيه اللي عليك؟ يا لمبي عيب عيب. عيب عيب، وانا بقول لك كلام سكس. فين ال 15 جنيه؟ معيش يا لمبي. معاك صح. لان انت كده بقى بتعمل عليا فردة وبتبلطج عليا. يا لمبي. ال 15 جنيه. ال 15 جنيه. والله العظيم هطلع لك من اخرك. طلبت خوان ومرخينا. لا لا خده. على ما عفنا. خد انت بقى صاحبي وحبيبي وجدعنا. يلا بينا يا عم على النهر. ده كله كان امبارح بالجبن حرمان وقاسية. اتغير ليه؟ اتغير ليه؟ اتغير ليه؟ اتغير. بص يلا بقى هانتكك من عند عمك زقرم لان حاجه هنجح. سلام عليك يا عم زقرم. مرحبا يا لمبي. مرحبا بابا. والنبي عايزين نخرب بيتك عجله. والنبي عايزين نشيك الواد ده كده وننجهه يعني. علينا. يبقى بني ادم يعني. انت تؤمر. خش يا حيوان. مش عارف كده حاسس ان في حاجه غلط. بس شايف الوجاهه؟ وجاه وجاه وحيات ابوك الحلو كده. والله يا بنت هتشك بذوقي. ذوقي؟ عيب. وخدها يا احمد 15 جنيه يا عم اللي كنت واخدها منك عشان خاطر اللي عندك. انت حي مننا انا نوطك في ليلتك يا احمد. ايه ده لمبي؟ انت اخويا بحقه حقيقي يا لمبي. امال ايه يعني؟ اخويا يا لمبي مش مصدق نفسي. مش مصدق نفسي يا لمبي. مش مصدق نفسي يا لمبي. خلاص يا. مش مصدق نفسي يا لمبي. مش مصدق نفسي يا لمبي. يا ابني خلصت قصدي بقى. مش مخلص الغباوه بتاعت ابوك. مش مصدق. العب. العجل يهدي المصطبه. العجل يهدي المصطبه. اعوذ بالله. اقعد يا عم انت وهو. اقعد. ايه؟ مين بقى العروسه؟ مين بقى في التلات موزز دول عشان ما اجيش على حق صاحبي يعني؟ الرابعه. ياد التلاته. ياد فين ياد التلاته؟ مين واحده في التلاته عني؟ الرابعه يا لمبي. هي دي؟ اه هي. صدق انا شفت البني ادمين بالظبط. ايه لازم انت واخد سنك الصوله دي؟ بحبها يا لمبي بحبها. طب خلاص حبيبي. طب خلاص يا ريت انك بتتزفت بتتبعث بس لازم تضمن حقك. ايوه طبعا. اللي هتقول لي از؟ لا مفيش از. لازم تضمن حقك وده واجبي انا عليا كصاحب. ها قبل ما يقع في الخطيئه لازم اقول له دي
ما ده كمبيالات. كمبيالات؟ وانا شريت اللاجة لمبي؟ يا دفهم يا زي التلاجة على الاقل ليها ضمان، انما دي شكلها متخزنة بقلة كتير ملهاش ورق. الدمارك مفيش. انت ماشي؟ انا بحبها لمبي، لو ما خدتهاش هموت نفسي. يا ابني انت كده كده متنيل على عينك ميت. الله، انا عندي تجوز ابن عمك يا اخي ارحم. يعني احنا جايين النهاردة ناخد لاخونا اهتم اختنا سمير الارضف، وربنا سامحنا على الجريمة اللي احنا نعملها في الكون دي، بس يعني ربنا هيكم ان شاء الله. فاحنا كنا نستأذن ساعات من حضرتك. نعم؟ على ايه؟ على ان شاء الله تسع يوم العيد ان شاء الله يبقى شكبه وتكتك تاك شكبه وتكبك. ايه اللي قلت؟ ايه على ايه؟ ايه يا عم اللي حامل اللي في وشه ده؟ دي حادثه قديمه. حادثه قديمه يعني سحبوه من تحت دي جور ده. معلش يا لمبي، استحمله عشان خاطر ربنا هستعمله اللي استعملك انت. معلش يا لمبي، خلاص انت عبطني ولا ايه؟ يا ده بعد ما انت بدلت اول يا لمبي تخلص. بقول لك يا عم المرحوم، احنا يعني احنا عندنا غطا ويلزم الحلة، وعايزين ندخل الحلة والغطا في حالة ببعض. انت فاهم كويس ولا ايه؟ فاهم كويس؟ كويس من اي ارتجاه. نعم؟ كويس من اي ارتجاه. يا عم يلا ده بيتكلم على واحدة تانية غير بنته في قلب المكان ده بيحلم وهو قاعد يا عم. لا تنفلتك الصعب. معلش يا لمبي. لمبي وزفت ايه؟ عشان خاطر يا الجوزة دي مش هتسمى يا عم. ما ينفعش. ده انت بص شكلك عامل ازاي وهي شكلها عامل ازاي. هتخليهم في مفرده الجزمة. على حاجة انت جايب ده في قلب مكر. انت جايب ده في قلب مكر. لمبي فين الفلوس والمجوهرات اللي كانوا في الشنطه؟ لمبي والله العظيم ما كان في مجوهرات ولا في اي حاجه في الشنطه بتاعت الضابط. هاتو انما سجنتك يا لمبي عشان تعرف ان انا عمك اخ ابو كلام. والله بتاعت الضابط مش سمعت حاجه. والجواز يا لمبي؟ يا عم انا جوازة ما كانت لازم تنتهي معايا الصوره دي. الله يخليك. انت ليش يا لمبي؟ واحده انت بتسمعني. كما عودناكم أعزائي المشاهدين، نلتقي مرة أخرى خلف الأسوار مع سجين جديد في جريمة جديدة، وذلك في برنامجكم صباح الخير يا جريمة. نتعرف عليك. اسمي اللندي. عندك كم سنة؟ مش عارف، بس أنا عايش بقالي كتير. تهمتك إيه؟ تهمت سعادتك أن أنا رحت أجيب عقد الشقة بتاع أبويا من عمي اللي هو واخده مني غصب وتضر. وإيه لو سمحت؟ غصب لأن غصب عني يعني. ورحت له وهو مجوز ولاده في قلب شقه سعادتك، وطردني في الشارع برضه غصب وقدر، وانا ما رضيتش اتكلم. ورحت عشان اطالبه انه يديني حقي، راح ضربني بالبوان في وشي، وراح عضبني من كتفي، وراح ظرفني نص كده نزلت على ودن اسنجيت. بقيت نوضح لو سمحت. نوضح اسنجيت يعني اترشيت سعادتك. وانا كان ممكن امد ايدي عليه، ممكن اروح اضرب صباعي في زوره واكسر له عصبه رجله، انما ما رضيتش لانه ده مهما كان برضه عمي، واللي الناس ما تعرفوش ان هو يبقى اخ ابويا. والدنيا دي سعادتك يعني. امال عملت ايه؟ قلت بدل ما اقتله واخدش في السجن قلت اسرقه من الاخر يعني. يعني معترف بالسرقه؟ لا انا مش معترف بحاجه وبطلب المحامي. بس من واقع التحقيقات الشنطه اللي سرقتها من عمك كان فيها فلوس وذهب وياقوت ومرجان والماس. ايه ده؟ وانا سارق شنطه علي بابا ولا ايه؟ ده اللي مكتوب في التحقيقات. ويعني هجيب حاجه من عندي ولا ايه؟ يا سعاده حضره المزمزيل، هو كل اللي لقيته في قلب الشنطه علبه دواء انتوسيجمن بتاع الاسهال. وما فكرتش تشتغل؟ مش فاضي. ده مبرر يخليك تبقى بلطجي يعني؟ نعم. يعني ليه بقيت بلطجي؟ واحد مصاحب على علوكه واشف كوخه عايزين نطلع الطيار. طيب تحب تقول ايه للشباب عشان ما يغلطوش نفس غلطتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احب اقول لكل شاب وكل فتاة لا تنحرف، ولو عمك ضربك على قفاك وخد عقد الشقة منك غصب عنك اشكره وبوس ايدك شعر ودقن، والجريمة لا تفيد. واطلب في نهاية البرنامج اغنية لام العزيزة سيد الحبايب يا حنان انا انت. انا في اولى ثانوي تلتزم بالقوانين. احبك. يا سلام تبقى صاحبي حبيبي. تغلط يا ويلك يا ويلك ويا سواد ليلك. هعصرك دي ناس المساجين صغيرين. احب اقول لكم ان السجن هنا التزام. احترس احترس مني. هات
الحقيقي ما لك في كل مكان، في زنزانتك، في فرشتك، في نومك، في حلمك، هتلاقيني ناطط في بنطلونك. هتقول الكلب ده هتقولي على مكتبي. ايه يا عم انت هتاكلني ولا ايه؟ والله انا بريء. وقف تتنطط لي في الطابور زي الكره الجل يا عطري. امشي جنب الحيط مدتك هتعدي على خير. تبعد بعيد عن الحيط هضربك بالبرطوش زي البرص. كشف المستجدين وكشف المفرج عنه بسرعه على زنزانتك يا كلب بسرعه. الله يعمل الزنزانه الراجل هيدورها ويطلع. طبعا انتوا عارفين كل حاجه، اهم حاجه هنا الالتزام وتنفيذ الاوامر عشان مدتك تعدي على خير. توزع الزلازل. تمام يا فندم. يلا بسرعه. وانت يا ابني انت وهو طبعا ما حدش يدخل. اخر ليله هتبقى في السجن. يتوزع على عنبر الافراج. يلا. خش على الطابور. عم انتوا بتجبروا ليه كده؟ خلاص مروحي. ما روحت ايه؟ خد افراج يا راجل. والله كنت حاسس ان انا مريء. اجمد يا دكتور اجمد. دراعي يا فندم دراعي. دراعي يا فندم. كوعي كان هيتخلع في ايد سعادتك. خليك ريلاكس يا فندم ارجوك خليك ريلاكس. العصبيه دي مش كويسه ابدا. وانا بتنيل باخد الزفت الحقن دي ليه؟ عشان خاطر العصبيه ولا انا باخدها تبرع لنادي الهلال الاحمر؟ يا فندم دي سابع حقنه اضربها في دراع سعادتك والسرنجه تتني. هدي نفسك يا فندم العصبيه دي مش هتجيب اي نتيجه. والعمل اعمل ايه طيب؟ انا عندي الحل يا فندم. انا عندي الحل. سعادتك الدواء ده مخصوص عشان حاله سعادتك. المره اللي فاتت برضه قلت لي مخصوص عشان حاله زبط سعادتك. لا لا الدواء المره دي مستورد. ده مخصوص عشان يرفع عصب الشفه يا فندم يدلدلها. اللي فات برضه كان مخصوص وكان مستورد عشان ينيل عصب الشفه، والشفه نزلت 24 ساعه بس ونطر الثاني لزقت من اخيري. اعمل معروف انا مش هعيش حياتي كلها بقي موارب. البنت مش عارف ابوسها يا فندم. الطب اتقدم دلوقتي. بلا تقدم بلا تفتح لي طبرة. يلا على زنزانتك. انا دكتور يا فندم. دكتور على نفسك بره يا كلب. علاج يا نعم. اجازه فيه. نعم اجازه. اجازه؟ ايوه فيه. يعني ايه اجازه؟ بقالي شهر ما نزلتش. شهر ايه؟ بقالك شهر ما نزلتش. يعني ايه بقالك شهر ما نزلتش؟ انا بقالي سنتين سنتين هنا ما نزلتش. بتعالج وانا متنيل في قلب المكان. ناسف انت. يعني ايه اجازه؟ ناسف انت. ايه الحلال اللي انت فيه ده؟ غريب قوي. تمام يا فندم. نعم. ده يا فندم كشف المسجونين المستجدين. وده الكشف المفرج عنهم. ما شاء الله يا فندم بق سعادتك استريح خالص. ميرسي يا ادهم. يعني تحس انه خد راحته. ميرسي. واضح ان اقعد يا ادهم. خلاص ميرسي. قلت الشفايف كمان. اتفضل اقعد. حاضر. بالنسبه يا فندم لمسجون زنزانه 74 ليه شويه طلبات بيتمنى سعادتك توافق عليها. ايه المطلوب يا ادهم؟ اللهم صل على النبي. الشفة ابتدت تتحرك بطريقة غريبة وطبيعية. المطلوب يا ادهم خلص. هو يا فندم بعد اذن سعادتك. يا ادهم. حاضر يا فندم. عاوز يدخل الزنزانة شوية اجهزة، يعني سخان شاي، كاسيت،
تلفزيون. اوكي مش عايز دي في دي؟ نعم دي في دي؟ دي في دي نجيب له دي في دي. هو متهيألي عنده بساطين كفاية مش محتاج الدي في دي ده. الموبايل يبقى كده تمام تمام بسيطة جدا. الموبايل ايه المشكلة يعني؟ نجيب له موبايل يعني على الأقل يتصل بالأولاد كويس ويبقى تجيب بالمرة صوفيا لورن تعيش معاه في قلب الزنزانة وناخد له زنزانة أجار جديد، واحدة بتطل على البحر والتانية بتطل على الشارع. ده عند أمه، عند أمه يا أدهم. ده مذنب ولا مش مذنب؟ مذنب يا فندم. خلاص يبقى كلامي يتسمع زيه زي بقية زمايله. حاضر يا فندم. أدهم اختار مواضيعك معايا واحذر. اتفضل. تمام يا فندم. أدهم لآخر مرة هقولها لك، حركة الترقيات قربت، خلي دوسيهك يعدي على خير. أظن أنت محتاج الترقية دي عشان ترفع من معاشك. مش هقولك أكتر من كده. الحمد لله كان معاك ابتدائية وكملت وخدت ليسانس. صراف. تمام يا فندم. يا باشا بالنسبة لأجازة الصول. أجازات مفيش يعني. أنا قلت أجازات مفيش يعني مفيش. يا فندم مراته تعبانة قوي ولازم يبقى جنبها. يا سيدي في جنبها في ظهرها في كتفها. أنا خلاص قلت مفيش أجازات يا هاني. الله. يا فندم يا فندم مراته تعبانة قوي ولازم يبقى جنبها، لازم ينزل يطمن عليها. هاني يا هاني أنا حمشت الموضوع ده عشان خاطر عيونك أنت بس. ربنا يخليك يا باشا. إنما أرجوك ما تتدخلش في مواضيع تاني. خلاص يا باشا. ما تحرجنيش يا هاني. خلاص أوكي؟ خلاص يا باشا. يبقى ابعت لي الطلب على هنا. لا الطلب هو يا باشا وادي الأمن. كمان يا هاني؟ في كيلو دور؟ أنت غريب. غريب يا هاني أنت. يا ساتر. أنت مش كده تاني مرة. ربنا يخليك يا باشا. وبفهمه إن هو يفهم مراته ما تعيش تاني. وإلا يطلعها بقى ويلتفت لشغله. لا يا باشا أوامر سيادتك ماشي. اتفضل. غريب يا هاني. خلي الحيوان ده يخف شوية من على البنزين. لا فندم دي أموال حكومة. وأنا فضل روح أنا مش مسافر. فضل هتوصلني هركب طيارة أنا. حلو قوي الكلام ده يعني. حلو قوي يعني إيه سكيناس بنتي أنا اللي بتحمل اسمي رياض باشا المنفلوطي حامل التاريخ. الله عبد الباشا والله انا اتفكرتكم عرفت الحقيقه. حقيقه ايه؟ اصل عم خد عقد سعر تعبان. اخرس جاي السجن امبارح وعاوز تهرب النهارده. انت فاهم انك جاي التكيه بتاعت المرحوم. انت جاي هنا تتسجن عارف ليه؟ انت عالي على المجتمع. انت حساله حشره تداس بالجزمه القديمه. فاهم يا هلا؟ هلا انا حصلت. انت عارف السجن كويس؟ لسه ما صفقتش المكان. بتقول ايه يالا؟ لسه ما صفقتش المكان. انت مخبي موس في بقك يالا؟ اخبي موس في بق ليه؟ شعر دقن بيطلع لجوه. يا نصر اضحك يالا. ده عبيط ده ولا ايه؟ اخرس. انت عارف يالا التواليتات بتاعت السجن؟ التلاوت دي الكبانيه. الكبانيه؟ الكبانيه الكبانيه. ما في حد ما يعرفش الكبانيه. عاوزك تمسح لي كل كبنات السجن كبانيه كبانيه. فندم كبانيه. بعد كده تلم هدوم المساجين كلهم وتقعد تغسلهم. وبعد كده احميهم وارضعهم وانامهم في سربريرهم. يا هلا الحنان ده كله. هلا يا هلا قلب الام ده. يا قلب الام ده يا هلا. سيبه انت خليك معايا انا. هلا يا هلا الحنان ده. هلا انا هعمل ايه بعد ما تعمل كل اللي قلت لك عليه ده؟ انا قطعت ده. تجيني هنا اجيب خنعة. ايوه اكون فكرت لك في عقاب. فكر ربنا يرضعك. طف جيبك وسك من بوكمن. بس
تخمم بخمم بعبد ده ولا ايه؟ عموما يعني انا مش عارف يعني يا رب يا رب ان الكل من ولانا. السلام عليكم بقى. لو عندك غسيل خميس وجمعة غسيل زي الفل. مع السلامة عليكم. انا غسيلي الغسل كسر ايديا هو الشفيف حلو بعينيا والصابون جوا بعينيا علشان اغسل انا لا 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 اغسل لا 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 اكتب. الريحة الفظيعة دي الناس دي بتاكل ايه؟ بيبي؟ حكيفك يا ريت. خد بنت. ايه رأيك؟ يا ليش هظبطك ظبط. ايه رأيك في النفسين دول؟ يا ليش خد دي بقى تحت لسانك وخد البوسة دي. يا سلام يا الحكايه. انت عارف ايه لو الهروبه دي باظت واتقفشنا هيعملوا فينا ايه؟ يوه يا عم ما تقلقش انا متفق مع السواق التعيينات هيجينا هنا بعربيه الخضار عبال ما تضرب الجوين ده هيكون وصل. طب افرض افرض السواق ده مظبط مع الحكومه. يوه يا عم ما تقلقش انا مظبطه. انا بطمن بس. طب خلاص مدان انتوا واثقين من السواق ده يلا بقى عشان تلحقوا تهربوا وترجعوا بدري. عندك حق يلا بينا عادينا.